أهلا أهلا، نورتوا نورتوا. طبعا اليوم عندنا شروحات بتكون تركيزي أكثر على الرموش. بنستعرض الرموش كيف نسويها بأكثر من طريقة، فالشرح مرة بيكون حلو فعليا، وبيكون يعني خفيف ولطيف. فشيلوا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي. شو كمان اللي فاتتهم؟ شروحات العيون يلقونها على قناتي في اليوتيوب. راح أطلع لكم قناتي بعد شوي وأوريكم إياها للناس اللي جدد على البث. فيلا خلونا نبدأ، يلا كبسوا على الشاشة لين ما يكتمل العدد ونبدأ مع بعض. طيب، جايبت لكم اليوم مجموعة صور كثيرة لطريقة رسم رموش بكذا اتجاه. طيب، يعني بنحاول نركز على اتجاهات الرموش، تمام؟ لأنه ممكن أغلبكم يعني عنده مشكلة برسم رموش، بغض النظر ان الرموش لها اصلا اشكال كثيره نرسمها فيها، في الرموش القصيره الطويله المرفوعه على فوق، الرموش الاسيويه اللي تكون نازله على تحت. تسوي مسابقات انتي؟ نو، ما قد سويت مسابقات يا عمري. طيب، اللي حابين تعلمون رسم واقعي وجدد على حسابي، انا عبير اقدم شروحات ودورات مجانيه على قناتي في اليوتيوب. هذه قناتي في اليوتيوب دراوينج اي بي اكس، عليها دوره مجانيه بالكامل الرسم الواقعي. فاللي مهتمين يتعلمون رسم واقعي، هذا اسم قناتي على يوتيوب دراونج اي بي اكس. مسوي دورة كاملة تقريبا، عدد المقاطع اللي نزلتها فيها 70 ل 75 مقطع، كل بها شروحات رسم واقعي. فاللي مهتمين يتعلمون اشرحها بطريقة مرة بسيطة وحلوة، هذا اسم قناتي على اليوتيوب. سووا متابعة، البثوث التعليمية بالكامل نزلتها هناك. دورة واحدة بالفحم وواحدة بالرصاصية. عمري انا شكرا يا قلبي، يسلم. فالدورة بشكل كامل تلقونها هناك. طيب، اللي ما سووا متابعة الآن للحساب يسوون متابعة، بحيث أول ما أفتح بث تعليمي تشوفونه. شوفوا آخر مقطع برضو نزلته وأعطوني لايكات. شرح اليوم وبث اليوم بيكون عن طريقة رسم رموش بأكثر من طريقة، فأنا مجهزت لكم صور بحيث نطبق عليها بسرعة. وشو كمان؟ طيب، إيش محاور الدورة اللي أنا أقدمها؟ الدورة عبارة عن أساسيات الرسم الواقعي للوجه. طيب، فشرحنا مقاسات الوجه، عيون، شفايف، أنف، تضليل البشرة، كيف نسوي مسامات، كيف نسوي تجاعيد، كيف إيش كمان نمش، لمعة العيون، الشفايف، الأنف. الأشياء هذه كل بوها مسويتها لكم بشكل مجاني وحرفيا على قناتي في اليوتيوب هنا، عرفتوا؟ فاللي فعليا اللي بيتبعون معاي يبدون من الصفر، وربي بيلاحظون تغيره بمستواه مرة كبير. خلص البث؟ لا يا عمري، لسه ما خلص البث، دوبنا بادين، ما بديت لسه. طيب، هذه قناتي على اليوتيوب. اللي ما سووا متابعة عشان أشيل الورقة، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة. سووا تصوير شاشة بحيث أنه ترجعوا لها بعدين، أو ادخلوا على حسابي هنا بتيك توك. الرابط أنا حطت لكم الرابط مباشرة حق القائمة حقت الدورة التعليمية، بس تضغطون يدخلكم عليها. طيب، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة وخلونا نبدأ. تمام. أدوات الرسم اللي أنا أستخدمها نزلتها لكم بالإنستغرام بالهايلايت، أدوات الرسم ادخلوا عليه، وإذا أنتوا حابين تستخدمون نفس أدواتي حقت الفحم والهاي تلقونها موجودة هناك. تمام. شيروا البث وادعموا البث وسووا متابعة اللي ما سووا متابعة عشان نبدأ مع بعض. تمام. جيت بدري، يب نورتوا، يلا خلونا نبدأ. طيب، الآن أنا مجهزة كذا رسمة من البداية. بسم الله، أنا مجهزة كذا رسمة من البداية بحيث نشرح عليها. طيب، فيلا بنشوف كيف تكون عندنا اتجاهات الرموش. أول شيء بسوي لكم شرح مبسط للرموش، وبعدها رح نطبق على الصورة اللي موجودة. طيب، فبشوف خصم نون، هذا خصم نون يا عمري، وهذا خصم كود كانفس. اللي حابين يطلبون أدوات رسم، هذا موقع كانفس عليها خصومات، وهذا كود خصم المتابعين، وبرضو هذا كود نون. سووا تصوير شاشة بحيث أنه ترجعوا لها الأيام الجاية إذا حابين تطلبوا من عندهم. يلا نبدأ. خلاص، حط لكم الورقة هنا بحيث تشوفونها. طيب، الآن لو بوريكم طريقة رسم الرموش، وبعدها راح أشرح لكم على الصور هذه. طيب، الرموش عندي اتجاهاتها بهذا الشكل. لما أنا أجي أرسم الرموش، طيب، تكون عندي هذه العين بهذا الشكل، الرموش ثلاثة اتجاهات. طيب، وقد شرحتها قبل، بس بما أنه الشرح اليوم خاص بالرموش راح أعيد أكثر من شيء. شكرا يا فوفو، نورتين يا عمري. شيروا البث وادعموا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي، بحيث أنه تكون الفائدة للكل. طيب، الآن أول رمش، وهنا اليوم بالدورة هذه بنتكلم عن اتجاهات الرموش بالأصل. فأول رمش عندي من الزاوية غالبا بتكون طويلة،
طيب الزاوية اللي على اليمين بتكون طويلة، الزاوية اللي مع النص بعضهم بتكون بهذا الشكل. طيب وعلى حسب النظرة، عرفتوا النظرة لما أحد يطالع فينا وطول رموشه يفرق معانا برضو. اللي ما سووا متابعة للحساب يسوون متابعة، تستفيدون من الشروحات اللي أقدمها بإذن الله. طيب من الزاوية اللي عند مدمع العين بتكون صغيرة وطالعة بهذا الشكل. طيب فهذه عندي ثلاث اتجاهات حقت الرموش. طيب فلما أجي أنا أسويها بهذا الشكل، نمشي على الاتجاه يبدأ يرتفع عندنا على فوق ونكمل بهذا الشكل، بصير عندنا طريقة رمش مرة حلوة. شكر الله، لا إله إلا الله، نورتوا نورتوا. شيروا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي. طيب الآن عندي الرموش اللي من تحت. طيب يب اللي بثوث بالكامل راح تنزل على قناتي في اليوتيوب، في اللي فاتت هم الشروحات اللي فاتت تلقونها هنا على قناتي في اليوتيوب، هذا اسم قناتي دراونج اي بي اكس. طيب الرموش اللي تحت ايش الفرق فيها عن اللي فوق؟ الرموش اللي تحت غالبا تكون اقل وتكون نازله بشكل مباشر على تحت. طيب فبتكون معاي بهذا الشكل، شايفين؟ ونفس الفكره من فوق، انه تكون ثلاث اتجاهات. يفضل انه الاقلام وقت الرسم تكون مره مبريه، عرفتوا؟ مره مبريه. شكرا يا عمري، يسلموا يا قلبي. طيب مع الطرف القناه بصوت، يب بصوت يعني بشروحات عادي، ياخذي شرحك يجنن افهم منه بسرعه. يا عمري انا شكرا، والله يسعدني لما اسمع كلام كذا. طيب هذه بتكون الرموش معي على تحت، غالبا تكون الرمش من تحت رمشتين متصله ببعض، عرفتوا؟ واحده ثنتين وبهذا الشكل. طيب طيب يلا نبدا نطبق على الصوره اللي انا سويتها لكم. طيب اللي ما سووا متابعه يسوون متابعه، وكمان شوفوا اخر مقطع بس تخلصوه من البث، روحوا لاخر مقطع نزلته وكنت اسوي لي لايكات وعلى اشياء حلوه. انا اشرح نفس ما احنا متعودين، انتم سووا لايكات بحيث البث يوصل كل الناس اللي حابه تتعلم رسم، واذا دعمتوا البث راح يطلع اكسبلور بطريقه اسرع. شو اسم القلم بالله؟ هذا فحم جنرالز، قلم فحم من جنرالز. طيب تمام تمام. الان عندي رموش، هذه الرموش هذه ايش فرقها عن الرموش اللي بتكون للرسمه تحت؟ الرموش هذه طلع نزلت لي على تحت، شايفين كيف؟ هي تختلف على حسب شكل العيون. الرمش هنا نازل بالكامل على تحت، فمن هنا الزاوية هذه مو واضح للرمش مرة. تمام تمام. الرمش هنا عكس، الرمش هنا بالكامل مرتفع على فوق. طيب الرمش هنا مرتفع بالكامل على فوق، ومن هنا لا نازل على تحت. تمام تمام. فيلا نطبق نشوف كيف نطلعها. يفضل ان الاقلام تكون مبرية، انا يعني عادي ما عندي مشكله وقت الشروحات انها ما تكون مبريئه مره، بس عادي اي قلم. ايوه عادي اي قلم، شرح اليوم فعادي مو مشكله، انا احب الفحم لان الدوره خاصه بالفحم. طيب الان شوفوا الرمش كيف راح نسوي، راح يكون معاي بهذا الشكل نازل على تحت، شايفين كيف؟ ابدا اسويها بهذا الشكل، واحده ثنتين وابدا اكرر. بعدين من هنا تبدا، كيف اوريكم اياها؟ من هنا تبدا تكون يعني هو نازل كذا، بعدين تبدا على نفس الاتجاه بس تكون على ارتفاع العين على فوق. طيب طيب شيروا البث على اي احد مهتم يتعلم رسم واقعي، واللي ما سووا متابعه يسوون متابعه. طيب الان من هنا عندي اسوي، شايفينها واضحه معاكم؟ واضحه معاكم؟ طيب اسوي من الان من هنا اسوي خطوط بسيطه، شايفين الخطوط هاي الصغيره قاعده اسويها؟ انا ما قاعده اسوي رمش، قاعده اسوي خطوط بسيطه مره عشان توضح كيف اقول لكم منبت الرمش معايا يوضح اكثر. طيب طيب من تحت من هنا فيها الكثره اكثر، انه الرمش جاي اكثر، فاكرر عليها واطلع شعرات بسيطه بهذا الشكل. تمام تمام. شرحك يجنن افهم منه بسرعه يا عمري انا. طيب الان من هنا نفس الفكره، كل بوها جايتني عندي على ذا الاتجاه زي كذا جايه، شايفين من هنا كيف قاعده اسويها؟ كلها جايتني على اتجاه بشكل يمين. تمام بهذا الشكل. الآن هي كان التركيز بالرمش هذا أزداد، بس الطرف اللي من تحت هو اللي واضح لي بالصورة. من هنا تبدأ تكون نازلة على عدسة العين. تمام تمام. طيب الآن لو بنشرح أسفل العين من تحت كيف نسويها الرمش، شيروا البث، اللي ما سووا لايكات يسوون لايكات، اللي ما سووا متابعة برضو يسوون متابعة، ادعموا البث بحيث أن البث يطلع بشكل أسرع اكسبلور والكل يستفيد معنا. تمام تمام. هذه قناتي في اليوتيوب، عليها الدورة بالكامل، الدورة المجانية لتعلم رسم الواقع في اليوتيوب، نزلتها لكم على قناتي في اليوتيوب، فاللي ما راح يسوون متابعة يسوون متابعة، وكمان مسوية شروحات بالمائي وبالقواش ودورة خاصة بالرصاص، الناس اللي عندها أدوات رصاص وبتطبق معايا في دورة كاملة لكم. طيب الآن نجي للرموش اللي تحت، نفس الفكرة، اتجاهات عندي كل بوها جيتني على على اليمين، عرفتوا؟ فأبدأ من هنا أنزل عندي الرمش بهذا الشكل، أنزل على تحت. ونفس الفكرة من هنا. تمام تمام. فأجلس أسوي نفس الفكرة، مقوس عندي بهذا الشكل، شايفين التقويسة هذه؟ عندي الرمشتين، شايفين الورقة من هنا؟
شايفين كيف جاي معي رموش مقوسة ونازلة على تحت؟ أطبق نفس الفكرة، أجي بشكل مقوس وأنزل على تحت بهذا الشكل. تمام؟ تمام كذا يكون طبقنا فكرة الموش بطريقة مرة بسيطة. الأقلام اللي أنا أستخدمها إذا في أحد يسأل وأنا ما أشوف عشان قاعدة أشرح، الأقلام اللي قاعدة أستخدمها معاكم هي أقلام فحم من جنرات وبس والله. طيب يلا نسوي الشرح الرمش الثاني، نسوي طريقة رسم الرمش هذا. طيب الآن عندي الصورة هذه، إيش اختلافها؟ اختلافها إن الرموش مرتفعة على فوق. تمام؟ طيب الرموش هنا عندي مرتفعة على فوق، فراح نيجي من هنا بهذا الشكل نطلع على فوق عكس الرموش اللي فوق. طيب بتكون طالعة على فوق واتجاهاتها بهذا الشكل، شايفين شكل الأقواس كذا؟ بتكون بشكل كذا شكل القوس. طيب فأجي من هنا وأطلع على فوق، كل بوهة أطلع فيها على فوق بهذا الشكل، بتكون عندي طويلة وطالعة على فوق، فأجي أسوي بهذا الشكل أطلع فيها على فوق. شايفين كيف قاعدة أسويها؟ بكل بساطة هذه تقويسة العين، نطلع فيها كذا على فوق بهذا الشكل. تمام؟ تمام. البث بينزل يوتيوب؟ يب، البث راح ينزل يوتيوب. اللي يجدد على البث البثوث التعليمية بالكامل على قناتي في اليوتيوب اللي هي هنا دراوند اي بي اكس. طيب بهذا الشكل ونطلع على فوق كذا. طيب هنا عندي رموشها شوية كذا، في يعني ما هي جايتني الكثيرة كثيرة، بس انه جاية واضحة انها طويلة وما هي لاصقة ببعض. عرفتوا مو شنو الورق تستخدمينه؟ الورق هذا ورق الطابعة العادي، والفرشة اللي ادمج فيها فرشة مكياج، هذه فرشة مكياج عادي. طيب بهذا الشكل اللي تحت عندي تبدأ تميل، هنا عندي رمشتين متصلة قريبة للعين من تحت، وبعدين بشكل مقوس شايفين كذا، تكون غالبا انها ثنتين متصلة ببعض. احيانا بعض الرموش تكون عندي رايحة يمين ويسار، واحيانا لا بعضها تكون عادي. زي هنا عندي رمش العين، هنا في جاي هنا على اليسار وبعدين هنا داخلة على بعض. عرفتوا؟ الادوات الاساسية يستخدمها الرسامين، انا منزلة بالانستغرام بالستوري ادوات الرسم للمبتدئين وادوات الرسم اللي انا استخدمها، فاذا انت حابة تاخذين عن توصيتي شوفيها بالانستغرام. طيب فرموش ترى مرة بسيطة، بس اعرفوا كيف تسوون الاتجاهات. عرفتوا؟ طيب الآن عندي العين الثالثة، آخر عين بالتطبيق وبعدها نشوف. طيب الآن عندي العين هذه الثالثة، كيف أنا أسويها؟ الآن عين هذه زاوية العين شوي جاية مايلة معايا، فالرمش من هنا نازل على تحت ومن هنا مرتفع على فوق وبعدين الجهة الثانية. طيب كيف الاتجاهات؟ يعني من هنا جايني بهذا الشكل، من هنا الطرف هذا نازل على السهم كذا، ومن هنا بهذا الشكل مرتفع، وآخر شيء بتكون عندي من هنا. تمام؟ تمام بهذا الشكل. شايفين الاتجاهات؟ تكون مرة يمين ومرة يسار. اللي جدد على البث يسوون متابعة، وكمان شوفوا قناتي على اليوتيوب فيها الشروحات بالكامل. طيب نيجي نسوي رموش، ننزل على تحت ونطلع بهذا الشكل، نفس فكرة الرموش هذه، عندي نازل رموش على تحت فأسويها بهذا الشكل خط كذا. شايفين كيف قاعدة أسويها؟ هنا هي بنفس الفكرة. الإضاءة اللي على عدسة العين لون أكريليك أبيض، لون أكريليك أبيض، أو أسويها أحيانا بالمساحة. طيب الآن عندي رمشها اللي فوق العدسة شوية صغير وطالع على فوق. ليش طالع على فوق ومرة يعني صغير مو طويل بزيادة؟ لأنه هو جاي يعني زاوية التصوير جاية بشكل أمامي، فالعدسة سوداء، فالرمش ما راح توضح عندي إنها هي طويلة، راح يوضح يعني كيف أقول لكم الطبقة تيجي على بعض اللون واحد. طيب فمن هنا بهذا الشكل نبدأ نميل من الزاوية هذه، نميل على الجهة الثانية اللي زي ما وضحت لكم إياها بهذا الشكل. تمام؟ تمام. فتطلع معانا الرموش يعني فعليا واقعية ونفس ما احنا نبغاها. من تحت نفس الفكرة، انزل على تحت هذا الشكل رمشتين، وعندي اتجاهات بهذا الشكل. طيب من هنا بتبدأ بتكون تميل بشكل بسيط بهذا الشكل. تمام بهذا الشكل، ونبدأ نميل مرة يمين ومرة يسار وبس والله. يعني فعليا الرموش تراها مرة بسيطة، بس حاولوا تفهمون فكرة الاتجاهات. طيب هنا عندي الرمش، لو العين مثلا بالنظرة هذه، النظرة الحادة اللي هو عاقد حواجبه، وبنفس الوقت يعني كده الزاوية حقت التصوير ماخوذة يعني كأنها من فوق، فالرمش جايني نازل على تحت، هي هاي تقريبا سويت لها سكتش على السريع. طيب لو العين معاي بهذا الشكل، طيب لأنه هنا عندي حدة الجفن من فوق جايتني نازلة، طيب فالعين الخط حق الرمش شايني من تحت ومو هو واضح، كيف أنا أجي أسوي رموش؟ الرموش بتكون نازلة بهذا الشكل على تحت، شايفين معاي؟ تكون نازلة بهذا الشكل على تحت، وتبدأ تختلف الاتجاهات معاي،
وأكرر نفس الطريقة، يعني ما أثقلها مرة ولا أخففها، بعدين أدمجها بشكل خفيف. يا عمري أنا مرة شكرا، يسلم يسلم يسلم. كده يكون يعني تعرفنا على طريقة رسم رموش بطريقة مرة بسيطة وسهلة، فعليا مرة بسيطة وسهلة. الآن هنا جيبوا ورقة معايا وطبقوا معايا، سووا خط. طيب سووا خط بهذا الشكل، شكرا يا عيني، سووا خط بهذا الشكل. طيب ونفس الفكرة يعني سووا بس تحديد العين عشان يطلع لكم زوايا رموش بطريقة يعني بسيطة مرة. فتقعدون بس تسوون كذا، طيب تكررون يدكم بهذا الشكل كأنكم تسوون علامة صح، عرفتوا؟ يعني مو تسوونها كذا، لا بشكل مرة بسيط كذا، مقوس بسيط. فننزل على تحت ونطلع على فوق، ننزل على تحت ونطلع فوق، وأنتوا ترسمون حركوا يدكم بالاتجاهات، عرفتوا؟ بدون ما توقفون، عادي الموضوع مرة بسيط كذا. بعدين جيبوا فرشة وادمجوا بشكل خفيف، ونفس الفكرة لو سويناها بقلم رصاص تعطينا نفس النتيجة. أهم شيء تعرفون فكرة المهارة نفسها، يعني تتقنون زوايا الرمش نفسها. نيجي من هنا ونطلع على فوق كذا، طيب يكون من خط العين نازل على تحت، نطولها شوي بعدين نطلع على فوق، وبهذا الشكل نستمر. تمام. طيب لو العين آسيوية كيف نسوي الرمش حقها؟ تمام. لو العين عندي من شرق آسيا، مع إن ما في صورة من المجموعة هنا بس برضو راح أشرح لكم إياها. طيب بتكون عندي، وضحت لكم تحت هنا، ما شاء الله شكرا يا عمري يسلم. طيب لو العين عندي آسيوية كيف أنا أسويها؟ أنزل على تحت بهذا الشكل. طيب وغالبا العيون اللي تكون آسيوية تكون عندنا رموشها نازلة على تحت، بس زي ما قلنا أحيانا تكون مرتفعة على فوق لأنه مثلا تكون رموش مركبة أو مسكرة، بس هي العادة الطبيعي تكون لا نازلة على تحت. بهذا الشكل ننزل على تحت، الرموش الآسيوية تكون نازلة على تحت بهذا الشكل، ما تطلع على فوق، عرفتوا؟ بهذا الشكل. تمام تمام. الآن تبغون نطبق رسمة كاملة رسم عين مع رموش، ولا نكتفي كذا؟ اللي ما سووا متابعة للحساب يسوون متابعة، شيروا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي. شكرا يا عيني يسلم، مرة شكرا للناس دعم البث. قناتي في اليوتيوب هذه هي منزلة عليها الدورة بالكامل، اللي هي دورة تعليم رسم واقعي بشكل مجاني، فاللي مهتمين يتعلمون رسم واقعي هذه اسم قناتي في اليوتيوب. وكمان عليها شروحات الرسم الانمي، وشروحات بالمائي، وشروحات بالقواش. فيعني القناة مرة 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 مفيدة للناس اللي مهتمة تتعلم رسم واقعي. أمس نزلت فيديو طريقة رسم الغيوم بالألوان قواش، فاللي مهتمين يشوفون الفيديو وكتبوا لي كذا، حطوا لي لايكات وقلوب وأشياء حلوة. تمام، رسمة كاملة بالله، عيون ورموش، ممكن شرح الحواجب. تمام حلو، حواجب حواجب مجهزة الورقة هذه بس راحت عن بالي، كويس إنك ذكرتين. طيب خلونا نسوي طريقة الحواجب بطريقة مرة مبسطة، بنشرح على نفس العين هذه طريقة الحواجب. الناس الحلوة تدعم البث، الله يسعدكم يا رب، ممتنة لكم ولطفكم الحلو. سووا متابعة للناس الحلوة تدعم البث. يلا نبدأ مع بعض نسوي عين. جربتي الرسم الرقمي؟ يب جربت الرسم الرقمي، مرة شيء حلو، صح اني ما طولت فيه يعني، بس انه شيء ممتع. ما لقيت نفسي يعني عندي شغف للرسم الرقمي، أصمم عليه وأسوي مطبوعات وأشياء زي كذا، بس رسم واقعي لقيت نفسي بس بالورق عكس الديجيتال. تمام. طيب الآن الحواجب، شوفي كيف بسوي الحواجب. على مهل راح ناخدها شعرة شعرة. تمام. القلم اللي قاعد استخدمه فحم، القلم اللي قاعد استخدمه معاكم هو فحم. طيب نجي لشعر الرموش. شعر الرموش نفس الفكرة، بسوي لك شرح هنا بعدين بنطبق فوق. غالبا بتكون الشعرتين الاولى اللي من هنا بتكون طالعه على فوق وباتجاهاتها مبعثره. طيب يعني ما هي جايه بشكل مستقيم، لا مره يمين ومره يسار بهذا الشكل. بس بعدين باقي الحاجب عندي كيف بيكون؟ بيكون بهذا الشكل اتجاهاته. شايفه الاسهم اللي قاعده انا اسويها لك؟ هي بتكون بهذا الشكل. تمام. فمره طالع عندي على فوق بهذا الشكل، ومره نازل عندي على فوق من هنا. طيب وتكون بهذا الشكل ناخذها. طيب غالبا يعني ما تكون بعضها بعض التفاصيل واضحة عندي، بس هي كأساس هي بهذا الشكل. طيب طيب الآن لو أنا بسويها معاكي، شوفي كيف راح نسويها. نطلع على فوق بهذا الشكل، نسوي كذا طبقة بحيث يكون عندنا طبقة كامل للأساس الأول. اللي ما سووا متابعة يسووا متابعة، شيروا البث على أي أحد مهتم يتعلم رسمه الواقعي. اللي ما دعموا البث يدعموا البث بحيث إنه يطلع إكسبلور للكل. فيب اللي مهتمين يتعلمون معنا رسم واقعي يكملون في البث.
يلا يلا خلونا نبدأ مع بعض. تهبل تهبل يا عمري، أنا نورتيني قلبي. يلا الآن راح أسوي بهذا الشكل رموش، وبعدين أبدأ أميل بهذا الشكل. طيب الآن بيكون عندي بهذا الاتجاه، نطلع على جنب. طيب شايفة من تحت، راح أبدأ بالخط الحاجب اللي من تحت. طيب أطلع بهذا الشكل. طيب ما راح أنزل لتحت لسه، بستنى هو الحاجب نازل معي على تحت. من هنا بهذا نفس الشيء، نطلع بهذا الشكل بشكل مايل. شوفي زي كذا بشكل مايل، نطلع بهذا الشكل. من هنا عندي الحاجب عريضة شوية، راح نسويها بهذا الشكل من فوق. تبدأ رموش، شايفة مو رموش شعر الحاجب، شايفة من هنا كيف نازل معي على تحت. نفس الفكرة اللي أنا أشوفه بالحاجب الطبيعي أحاول أنا أتبع نفس التخطيط. تمام؟ طيب هذا الشكل، وبعدها أبدأ أثقل. طيب نتعامل معها إنها شعرة شعرة. طيب الآن يجي دور إيش؟ يجي دور الفرشة، أدمج فيها بحيث أنها تعطيني طبقة واحدة هذا الشكل. طيب وأكرر الخطوات، أكرر الخطوات لين ما أوصل النتيجة اللي أنا أبغاها. أحيانا بعض الحواجب تكون خفيفة فتكون تطبيقها شعرة شعرة، وأحيانا بعضها تكون زي الحاجب هذا ثقيل، فيكون في أماكن عندي أغمقها أكثر وتعطينا نتيجة حلوة. تمام؟ الفرشة اللي أنا استخدمها ما تجمد كذا. طيب شوف الفرش اللي مناسبة لدمج الفحم، عندي فرشتين، واحدة حقة مكياج وواحدة هي خاصة بالأكريليك وأنا أدمج فيها بالفحم، وكلها دمجها فعليا مرة حلو. هذه أخذتها من موقع كانفس، وإذا حابة تطلبين من موقع كانفس، موقع سعودي يوصلون المناطق السعودية من 3 إلى 4 أيام بالكثير. هذا كود الخصم ABX20. طيب هذه أدمج فيها أنا مرة جنن، هي أكريليك أخذتها من عندهم وسعرها مرة كان رخيص. طيب الفرشة الثانية فرشة حقت مكياج، أخذتها من شيئين. طيب فرشة مكياج أخذتها من شيئين، وهذه هي شايفة دائما لما تاخذين فرش مكياج طبعا تدمجين فيها بهذا الطول، تكون ما هي طويلة مرة وتكون شعراتها لاصقة ببعض بحيث أنها تعطيك دمج حلو. حاليا بس يوصلون للسعودية، ما يوصلون خارج السعودية. تمام تمام، فين كنا فين كنا فين كنا، أي بالحاجب. فأجي أدمج بهذا الشكل، وبعدين أجي بمساحة مونو زيرو أشوف الأماكن اللي بتكون عندي فيها إضاءة زي فراغات من هنا، أسويها بهذا الشكل. طيب هذا الشكل أسويها. اللي جدد على البث، أنا أقدم دورة مجانية لتعلم الرسم الواقعي، بعدين تقريبا لنا شهرين مسوين شروحات تأسيسية من إلى الرسم الواقعي وبتفاصيله. كل يوم أفتح بث، أحيانا فقرة تطلب شرح، وأحيانا أنا أشياء شروحات زي كذا أسويها لكم أساسية على بناء على محاور وأشياء ماشي عليها. فهذه اسم قناتي على اليوتيوب Drawing ABX اللي هو هذا. طيب أو ادخلوا على حسابي من هنا، تلقوني حاط الرابط في البايو، يدخلكم سيدة على القائمة التعليمية أو الدورة المجانية. كمان مقدمة شروحات بالمائي والقواش ودورة ثانية بالرصاص، فاللي مهتمين هذا اسم قناتي سووا لها متابعة. وكمان اللي ما سووا متابعة للحساب يسوون متابعة بحيث أول ما أبدأ معاكم شرح الكل يمدي يشوف. هذه الطريقة أنا خلاص أسوي الحاجب ويطلع معي بشكل مرة حلو. الجهة اللي من هنا ما كملتها، تكون غالبا الناس على تحت بهذا الشكل، نجيها كذا. عرفتي؟ ما أدري واضح لك ولا لا، كذا. طيب هذا الشكل وننزل على تحت. تمام. واسم القلم اللي مسحتي فيه هذا مساحة مونو زيرو، اسمها مساحة مونو زيرو. طيب هذه هي، أنا أخذتها من موقع كانفس. طيب هذه هي، بصوروا لها تصوير شاشة. إذا ما لقيتوها بموقع كانفس أنا أتوقع أنها خلصت، ابحثوا عنها بجوجل ويطلع لكم المواقع اللي هي موفرتها. فعليا أحسها شيء أساسي، هي اللي سويت برضو فيها لمعة العين من هنا سويتها فيها. اللي طلبت عدسة العين موجودة أسوي لك شرح، اللي طلبت عدسة العين موجودة أسوي لك شرح. نسوي عين كاملة شرح كامل بعدها نقفل البث، ولا ناخذ فقرة تطلب شرح؟ يسلموا يا حبيبتي يا عمري بالخدمة. شو بدكم؟ طيب نبي رموش، رموش شرحنا الورقة كاملة. عدسة عين، سوي عين، كم ساعة دائما تفتحين البث؟ قبل كنت أفتح يعني ما بين 8 إلى 12، والآن تلخبط نومي فصرت أفتح بعد 12. رجع المحاي بصورها. أبشر يا عمري حين أنف. نسوي عين كاملة وبعدها نبدأ ناخذ شرحات تطلب شرح. هذا اللي بصورون المساحة هذه هي. تمام، حواجب معين دوبني دخلت. أهلا أهلا. شعر، طيب شعر خلوني أسوي لكم، صدقون خلوني أسوي لكم شعر. طب بعد الشرحات هذه راح نبدأ نسوي شعر، في كثيرين يطلبوا شعر بالفترة اللي فاتت. يلا نبدأ، يلا
طيب الآن اللي طلبوا عين كاملة مع عدسة عيون، طيب، وبنسوي فيها رموش مرة واحدة. راح ناخذ العين هذه لأن صراحة مرة حبتها، ونسوي عليها شرح. طيب خلني أوخر الصور اللي هنا عشان أقدر أسحب الورقة. طيب اللي ما يشوفون من التعليقات يسوون بالشاشة يمين أو يسار بحيث أنه تروح التعليقات وتشوفون معي الشرح. البث هذا راح ينزل على قناتي في اليوتيوب، هذه اسم قناتي على اليوتيوب، راح ينزل البث عليها. فاللي ما لحقوا على شروحات رموش وطريقة رسمها بكل سهولة راح تلقونها على قناتي في اليوتيوب، فسووا تصوير شاشة باسم القناة أو ادخلوا على صفحتي هنا وتلقونها. اللي حابين أدوات رسم منزلة أدوات الرسم حقتي على حسابي بالإنستغرام، حسابي بالإنستغرام نفس هنا 20 ابيكس بس بدون شرطة. أكثر شيء ما أعرف ضبطها الشعر، راح أشرح لك طريقة شعر وربي مرة راح تعجبك. ومسوي شروحات للشعر الكيرلي وشعر الأولاد والبنات من أكثر من تسريحة على اليوتيوب. يلا يلا نبدأ، يلا جهزوا معاي وبناخذها خطوة بخطوة. الناس تقول أسرع وما أسرع، لا ما راح نسرع، راح نسويها خطوة بخطوة. الآن مدمع العين، شايفينه بهذا الشكل مدمع العين، نطلع على فوق وننزل على تحت من هنا، تمام؟ العين عندي نازلة على تحت، أوكي؟ أوكي. الآن من هنا بتكون عندي العين نازلة من تحت أكثر بهذا الشكل، طيب بتكون فيها نزول أكثر من هنا، ونوصل النقاط ببعض. طيب هذا أول شيء أنا أسويه، أسوي تحديد العين من جوا. لما أسويه من جوا يسهل علي، بالنسبة لي أنا يسأل علي طب شلون تسوي العين كذا. قاعد أشرحها الحين، اللي قاعد أشرحها الحين، وشوفي كيف راح نسويها. اللي جدد على البث، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة بحيث تستفيدون من الشروحات اللي أنا أقدمها. الآن عندي كسرة العين من فوق، أجي أسويها بهذا الشكل وبعدين أقوسها من هنا قوس بسيط، وعندي نهايتها مع نهاية العين، فمن هنا أطلع على فوق بهذا الشكل. هذا التخطيط أول تخطيط لي أسوي فيها العين، كذا تأسيس العين لما أنا أبدأ. الآن النقطة الثانية، العين من هنا شايفين منبت الرمش ما هو جايني من جوا، وهذه أغلب شيء يلخبطون فيها فتطلع ما تطلع معهم العين حلوة. يسوون الرمش من جوا العدسة فما يطلع فيها واقعية، تطلع مرة غلط. طيب كيف نسويها؟ ننزل من هنا بشكل بسيط بهذا الشكل، طيب، ونوصل العين بهذا الشكل، تمام؟ نسوي زي خط ثاني، تمام؟ اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة ويشيرون البث. وكمان منزلة مقطع هنا جديد، ومنزلة مقطع على اليوتيوب جديد، فاللي ما شافوها يشوفونها ويعطون رأيكم فيها. الآن عدسة العين، اللي طلبت شرح عدسة العين شوفي كيف راح نسوي عدسة العين. عدسة العين وقت الرسم نطبق فكرة حجمها، نشوف حجم العدسة قديش. طيب معاي الآن العدسة عندي هنا تقريبا ربعها مو واضح، تمام؟ فأجي أسوي العدسة بهذا الشكل وأطلع من هنا، تمام بهذا الشكل تكون عندي نص دائرة، وشوف العين هل هي تميل على اليسار أكثر ولا على اليمين أكثر. البث معلق؟ في أحد عنده بث معلق؟ البث معلق ولا لا؟ إذا معلق حطوا لي علامات كذا، شيء أحمر، دائرة حمراء عشان أنتبه. العين كبيرة من جوا؟ لا لا لا. طيب تمام. طيب الآن نبدأ النقطة السوداء اللي جوا العدسة. شكرا يا عمري. هنا عندي نقطة سوداء جوا العدسة، ما أدري هي وضحت لكم ولا لا، بس موجود نقطة سوداء جوا العدسة، تمام. الصور إذا أنتوا حابينها تعالوا بالإنستغرام ونزلها لكم بالستوري، بحيث الناس اللي حابة تطبق نفس الرسمة، لأن الصور لما تيجي بدقة عالية تساعدكم إنكم ترسمون أكثر، تمام. طيب نبدأ الآن هذا التخطيط، هاي شكلة التخطيط أو الأوتلاين للرسمة، الخطوط الخارجية للرسمة، تمام. نيجي الآن لشكل العين من جوا، كيف راح نسويه؟ راح نيجي ناخذها بهذا الشكل، أحدد أول شيء عندي أحدد منبت الرمش، إذا كان عندي الرمش غامق أحدده بشكل مباشر عادي. ثاني شيء أسوي عدسة العين. يا عمري أنا الله يكتب لك يا رب. تعلمت رسم هيك متى ومن تعلمت الرسم؟ عملتي هيك صورة طبقتي؟ من بداياتي كنت يعني أطبق على رسمات زي كذا بحيث يتحسن رسمي بشكل أكثر، فلما تجيبون صورة واقعية وما تنقلون من رسم أحد يساعد أنكم تطورون بشكل أسرع. طيب الآن أسوي قوس بهذا الشكل اللي هو حق عدسة العين من جوا. إيش اللي بيكون عندي غامق أكثر شيء؟ اللي هي الدائرة السوداء، العين من هنا، شايفين الأماكن قاعدة أمشي عليها، هذه بتكون عندي أغمق شيء. طيب بهذا الشكل تكون عندي أغمق شيء. طيب من هنا أسوي خط لأنه بعد برضو نفس الفكرة بيكون عندي غامق. طيب نيجي الآن في المدعكة بهذا الشكل، الأقلام اللي قاعدة أستخدمها معاكم الآن هي أقلام فحم، أقلام فحم. الورق اللي قاعدة أرسم عليه ورق طابعة عادي،
ووقت الرسمات الواقعية اللي أنا أشتغل عليها بشكل واقعي أكثر أستخدم كراس فيبراينو موجودة بموقع كانفس. طيب البؤبؤ مستحيل يكون عندي لونه أبيض، مستحيل مستحيل ما يكون أبيض بشكل كامل، لازم يكون في تدرجات لون، عرفتوا؟ إذا كانت ملونة غالبا يكون مايل للون الأصفر إذا كانت على أشعة شمس، إذا كان ظل يكون فيه له أزرق أو أخضر. الدرجات هذه هل أنت تضغطين على القلم؟ هل أنت تضغطين على القلم في الرسم؟ ما فهمت. الأقلام عادي إذا كانت رصاص وفحم هي تكون درجتها غامقة، فما يحتاج أنكم تغمقونها بشكل أكثر، هي تطلع لكم الدرجة أنتكم ترسمون فيها. طيب الآن أجي أدمج، شكرا يا عمري من لطفك. هذا الآن أجي أدمج من هنا عشان يتضح عندي، وبرضو من هنا أدمج بشكل خفيف. تمام تمام. العين أنا أخذها على طبقات. تمام. الآن أرجع أغمق الأطراف، عندي بتكون غامقة أكثر، زاوية العين من هنا بتكون عندي غامقة أكثر، أي منطقة بتكون عندي أكثر أرجع أغمقها، لأن زي ما قلنا العين فيها درجتين، درج الفاتح والدرج الغامق من هنا، فأنا أشتغل على الأماكن هذه اللي بتكون عندي فاتحة وغامقة. طيب أرجع أسوي مرة ثانية دمج. تمام. أسوي مرة ثانية دمج بشكل خفيف، أحب دمج الفرشة لأنه يديني طبقة مرة ناعمة. طيب وأخذ من البودرة وأوزعها على كسرة العين من فوق. طيب ونفس الفكرة من هنا، أبدمج من تحت بهذا الشكل أو في المدعكة، المدعكة أحيانا تعطيني طبقة غامقة أكثر، فما يحتاج أني أحط بودرة فحم، أستعين بالمدعكة لأنه هي المدعكة تكون خلاص هي من الأساس فيها فحم. تمام. ارسمي فم، معلق البث، اللي معلق عندهم البث على الأغلب معلق من عندكم، لأن ما حد يكتب بالبث غير شخص، فاللي يكتبون معلق هو ما هو معلق، يمكن من النت من عندكم. طيب بهذا الشكل أغمق، أخذ من هنا وأغمق كسرة العين من تحت، لأنه زي ما قلت لكم أبغاها تكون تدرجات ظل، ما أبغاها تكون يعني خطوط مباشرة. طيب بهذا الشكل. الآن يجي وقت، بسم الله، الآن يجي وقت شو يقولوا لها، المساحة، فرشة ولا منديل، كلها تعطيك نتيجة حلوة، وكل واحدة لها تأثيرها الخاص فيها يعني والشكل الحلو. المنديل يعطي طبقة مرة ناعمة وحلو. طيب الآن هذه العدسة قاعدة أسوي فيها خطوط بسيطة بهذا الشكل، هنا عندي نقطة لمعة، شايفينها اللمعة اللي هنا، شايفينها اللمعة الصغيرة هذه، عشانها اللمعة واضحة وصريحة أنا أحب أسويها. يعني كيف أقول لكم واضحة وصريحة؟ في لمعات عندنا زي هذه، شوفوا شايفين اللمعة اللي هنا، هذه لمعة قوية فتحتاج أنكم تحطوا لها شو يقولوا لها، تحطوا لها لون أبيض بشكل مباشر، وزي الدائرة الصغيرة هذه شايفين اللمعة اللي هنا، هذه برضو نفس الفكرة، هذه يحتاج أنكم تحطوا لها لمعة بشكل مباشر. بس زي عندي العين هذه شايفين النقاط الصغيرة، اشبو ثواني، النت معلق، النت معلق ولا ايش؟ غريب الشاشة اختفى السطوع فيها مرة واحدة. طيب الآن من هنا برضو عندي لمعة خفيفة اللي زي ما قلت لكم تكون حقت ايش، حقت المساحة بدون ما احط شيء. طيب الشاشة عندي طفت، ما ادري شو المشكلة. طيب خلونا نسوي لمعة العين. طيب لمعة العين نقطة صغيرة بهذا الشكل. طيب شايفين كيف اعطتني واقعية حلوة. طيب الرموش راح اسوي لكم شرح لها، بس اصور عليه ثواني. من وين جبت الصور؟ من بانترس. اللي يبغى صور نفس اللي عندي تعالوا خاص، تعالوا بالانستغرام ونزلها لكم ستوري، بس اكتبوا لي بالخاص عشان ما انسى. طيب الان نجي للعين من جوا. قبل ما ابدا انا برموش اظلل للاماكن تحتاج ظل. طيب فهنا مثلا، فهنا مثلا عندي ظل، اشتغل على ظل العيون من هنا، اشتغل على ظل العيون من هنا. طبعا شرحنا اليوم مو فكرة انه التظليل وما التظليل، التظليل سويت لها شروحات مرة كثيرة، فاللي مهتمين تلقونها على قناتي في اليوتيوب، وهذا اسم قناتي على اليوتيوب Drawing ABX، او قائمة تعلم الرسم حطتها لكم حطتها لكم شو يقولوا لها، حطتها لكم في البايو. البث معلق يا جماعة، في شيء إن الحين رسم. طيب بإيش عملت النقطة؟ بأكريلك. خلاص طب لا تحطوا لي إكس أحمر، إن حولت يمين بيت، لا ما أدري أركز وين بالضبط. تمام. في أحد من المشرفات بالبث؟ طيب الآن نبدأ برموش. طيب نبدأ الآن برموش. شكرا، يعني يسلموا الناس تقول كلام حلو، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، وكمان شوفوا لي بعدين آخر مقطع نزلته باليوتيوب، يعني لطفا سووا لي لايكات عليه عشان يطلع يعني.
يلا خلونا نبدأ. طيب الآن أبدأ أنزع تحت برموش، اللي طلبوا رموش وما لحقوا على شروحات رموش، كون البث اليوم بالكامل عن رموش، بيكون عندي بهذا الشكل. ننزل على تحت رموش تكون بهذا الشكل، نازلة على تحت الرمش هذه. طيب ننزل على تحت المدعكة، تلقونها ترى بأغلب الأماكن اللي بالسعودية يطلبونها من كانفس، موجودة، ويستخدمون كود الخصم حقي بحيث يخصم لكم بقيمة الطلبات. وكمان إذا حابين تاخذونها من أماكن يعني حوالينكم، المكاتب أغلبها اللي توفر أدوات رسم تلقونها فيه. طيب الرمش الحين عندي بالرسمة هذه، بس واضح معي مع الزاوية هذه، فلما أنا أجي أرسم الرمش ما أروح أقول هنا مو واضح لازم أنا أبينه وأبرزه أكثر، لا، نعتمد على الأماكن اللي خلاص هو فيها الرمش نسوي الرمش، عرفتوا؟ فمن هنا أبرزه. من تحت نفس الفكرة، عندي رمشتين بهذا الشكل، رمشتين، وتكون اتجاهاتها تبدأ تختلف معاي، وأحاول يعني على قد ما أقدر أطبق نفس عدد الرموش بدون ما أكثر. طبعا القلم حقي مو هم مبرزين، فعشان كذا الرمش عندي عريضة، هي المفروض تكون نحية فمرة. تمام؟ تمام. نسوي شرح شعر للي طلبت شعر موجودة، اللي طلبت شعر موجودة. شكرا يا عمري. طيب اللي يسألون عن نستقبل طلبات رسم ولا ما استقبل طلبات رسم، استقبل طلبات الرسم بحالة واحدة، اللي هي ارسمكم وارسل لكم الصورة بالانستغرام بدون يعني شحن، ترسلوا لي الصورة تبوني ارسمها لكم، وارسمها واصورها لكم صورة او فيديو وارسلها لكم بالانستغرام مقابل مبلغ مرة بسيط. فاللي مهتمين يبغوني ارسمهم يجوني بالانستغرام، حسابي بالانستغرام نفس هنا 20 ابيكس بس بدون شرطة. تمام نسوي شعر. يب يا عمري تقدرين تسوين رموش بشعري تحت بالقلم اللي تحت بدون ما تحطين يا رب ايش اسمها، تقدرين تسوين رموش اللي تحت بدون ما تستخدمين فحم، هذا الشكل عادي كلها تديكي نفس النتيجة، عرفتي؟ ما في اي مشكلة. يلا نسوي شعر، خلونا نسوي شعر على السريع. طيب برضو راح اشرح لك اياها على نفس الورقة، الورقة هذه اليوم بستخدمها بكل الزوايا، ما اني سايبة فيها مكان واحد. طيب شوفي كيف لو انا بسوي شعر، لو مثلا عندي تسريحة، طيب فأنا كيف أسويها؟ أول شيء رح أحدد مثلاً لو عندي هذه الغرة، طيب هذه الغرة، أول شيء هذه الغرة، هذا شكل الغرة، تمام؟ بعدين نحدد طول الشعر وشكل الشعر، كأن الورقة تحتاج تغيير، كأن الورقة تحتاج تغيير، تمام؟ ثواني بس. فنسوي شرح هنا. طيب أول شيء بحدد شكل الشعر، طيب عندي شعرها بيكون شعر بنت، بنسوي شرح. أول شيء بنسوي شعر البنت، هذه عندي نقطة الشعر بتكون بهذا الشكل، غرة أول شيء بتكون عندي القصة اللي من قدام بشكل مقوس، طيب هذا الشكل، ومثلا هذا طولها. بعدين يبدأ الشعر عندي نازل على فوق، طيب مثلا لو إنه قصير قصة، شيء بسيط مرة، شيء بسيط بس شوف الفكرة معك. طيب بيكون معاي هذا الشعر من هنا، طيب هاي تسريح اللي بنرسمها الحين، ومن هنا نفس الفكرة، الشعر عندي من قدام، قاعدين نرسم شعر من قدام، فعندي القصة هذه، طيب هذه ستايل الشعر راح نرسم ونطبق عليه. اتجاهات الشعر كيف بتكون معاي؟ شوفوا كيف راح تكون معاي اتجاهات الشعر. أول شيء سهم من هنا، سهم من هنا، سهم من هنا بشكل مقوس، هذا الشكل، تمام؟ نفس الفكرة من هنا، سهم 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 والسهم من هنا، شايفين اتجاهاته قاعدة أمشي عليها أنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شايف اتجاهاته قاعدة أمشي عليها أنا؟ يلا نكمل. طيب يلا نبدأ مع بعض. أول شيء راح نسوي بهذا الشكل، نطلع من فوق على تحت هذا الشكل، ونستخدم قلم أغمق شوية. طيب ونفس الفكرة من تحت، نطلع بهذا الشكل على فوق، تمام؟ تمام. من فوق ومن تحت، ننزل من فوق ومن تحت، الجزئية اللي مع النص يعني ما نخليها غامقة مرة، لا نخليها تكون يعني متوسطة، عرفتوا؟ الدرجة الغامقة تكون من فوق ومن تحت، مع النص نسيب فيها درجة أكثر، بحيث أنه كيف أقول لكم تكون عندي لمعة طبيعية للشعر بدون ما أحتاج أني أستخدم أشياء خارجية. طيب اشرحي لنا قصة الفم من قصة الفم منتقل، ما فهمت للأسف، اللي ما سووا متابعة يسووا متابعة، مسويت لكم دورة مجانية بالكامل على قناتي في اليوتيوب، اللي جدد على البث الدورة بالكامل نازلة على اليوتيوب، تقدرون تستفيدون منها تقريبا مجموع 70 ولا أكثر فيديو. خلنا أخذ قلم أغمق، طيب هذا الشكل أسوي الشعرات زي كذا.
فاللي ما سووا متابعة ترى مرة 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 حرفيا راح تفيدكم الدورة، وربي مرة يعني فعليا مرة حاطة فيها جهد. يا سلام القلم ايش اللي قاعد استخدمه؟ قلم فحم، قلم فحم يعني قلم فحم من جنرالز. طيب هذه الخطوة الأولى، لو بسوي خصلات بيضة أو مو خصلات بيضة يعني بمعنى بيضة، شعرات لمعة، تمام أسوي بهذا الشكل، مساحة مونو زيرو، أسوي خصلات بسيطة بهذا الشكل، أبغمق الشعر أكثر. ما يحتاج مساحة، إذا ما عندك مساحة سوي نفس ما قلت لك، سيبي مع النص فراغ أكثر وابدي اشتغلي عليها. خلنا نشرح هنا طريقة هذه، بس قبل ما نروح لها، لو بسوي شعرات طالعة أو طايرة وتكون شكلها طبيعي، هذه المساحة يا عمري اللي يسألون عن المساحة اسمها مونو زيرو، هذا شكلها، هذا اسمها، أنا أخذتها من موقع كانفس، هذا كود كانفس خاص لمتابعيني، فاللي حابين يطلبون يستخدمون هذا الكود ABX20 يوصلون بس للسعودية من 3 لـ4 أيام بالكثير، فخلونا نبدأ. تمام. واللي ما سووا متابعة لحسابي وقناتي في اليوتيوب ضروري يسوون بحيث يستفيدون من الشروحات المجانية اللي أقدمها لكم. لو بسوي شعرات طايرة، طيب تكون مبعثرة بحيث إنه الشعر ما يجينا كأنه رسمة، لا أنا أبغى شيء واقعي. تمام، أنت من وين؟ من السعودية، من المدينة تحديدا. طيب الآن أسوي شعرات بهذا الشكل، تكون طايرة، ما تكون، خلينا نسويها بقلم رصاص لأنه الفحم مو مبري، سوي بهذا الشكل، شايفين من هنا؟ شايفين وضحت لكم؟ أسوي خصلات بهذا الشكل، ويفضل إن القلم مرة يكون مبري، مرة يكون مبري حرفيا. طيب من هنا نفس الفكرة، أسوي خصلات بهذا الشكل، ومن تحت نفس الفكرة بعد، خلوني أبري القلم لأنه طفشني، بهذا الشكل أسوي، شايفين من هنا كيف جات الشعرات طبيعية أكثر. طيب تلوين البشرة يا قلبي أنت تبغينها بإيش؟ بقلام فحم رصاص يعني نفس ما قاعدين نشرح الآن، ولا تبغين بألوان؟ شروحات لليد، سويت شروحات لليد ونزلتها كمان على قناتي في اليوتيوب. طيب نسوي الغرة، تمام، نسوي قصة الشعر من هنا. قصة الشعر ما تكون عندنا بشكل مستقيم كذا، لا ما تكون كذا، لازم تكون الشعرات كأنها مطايرة أو يعني كذا فيها خصلات. طيب فأجي بهذا الشكل، أما أطلع من فوق على تحت وبشكل مقوس نفس ما سويته بالشعر من فوق، أسويه من هنا بشكل مقوس، نبدأ بهذا الشكل، نفس الاتجاهات أنا قلت لكم عليها، شفتوا ما قلنا اتجاهات الرموش 3 اتجاهات، نفس الفكرة على الشعر، 3 اتجاهات، من يمين، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ومن هنا واحد، فأجي بهذا الشكل، أطلع بشكل مقوس بهذا الشكل، ونفس الفكرة من هنا أطلع بهذا الشكل عشان يجينا الشعر مرة واقعي، عرفتوا؟ مع النص من هنا ما أوصل النقاط ببعض عشان تعطيني لمعة واقعية. شروحات للأنف، تمام بإذن الله يتكفى الوقت، سويت لكم شروحات للأنف، نفس الفكرة من هنا أطلع على فوق بهذا الشكل بشكل مقوس، يعني أتبه نفس الاتجاهات، نفس الاتجاهات أمشي عليها. طيب يجي الآن دور مين؟ دور الفرشة، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة. الآن أدمج بشكل طولي عادي، بشكل طولي بهذا الشكل عشان يعطينا لمعة واقعية ولمعة طبيعية بدون ما أستخدم مساحة. هدول اللي سألوا عن المساحة وإذا ما عندنا مساحة، هاي طريقة تنفع لكم. طيب بس لو عندي مساحة عادي أنا أغمق وبعدين أبرز بالمساحة، عرفتوا؟ بحيث يكون أسهل لي الطبقات، مع أني أنا أشوف كل الطريقتين سهلة، بس كل إنه يستخدم الطريقة اللي تناسب إمكانياته والأدوات اللي عنده. طيب هذا الشكل أغمق خصلات الشعر من تحت، تمام. شروحات العيون دوبي، شوف الورقة اللي تحت هذه كانت كل بوها شروحات للعيون، فواضح إنك جديدة على البث. البث راح ينزل تقريبا بعد ساعة، بعد ما قفل البث بساعة راح أنزله على اليوتيوب. نوع الورق، ورق الطابعة العادي، ورق الطابعة العادي، عرفت ورق الطابعة العادي هو هذا. طيب الآن أسوي إن شاء الله بإذن الله البث ينحفظ وما يكون في مشكلة، راح أنزله لكم على اليوتيوب. البثوث الباقية بالكامل نازلة على اليوتيوب. بهذا الشكل أسوي خصلات طبيعية وأغمق، لأنه هنا خصلتها جاية عندي فاتحة أكثر، فأغمقها أكثر عشان تطلع معي نتيجة حلوة. اطراف الخصلة من تحت تكون عندي بسيطة كذا، شوفوا ما تكون بهذا زي ما إحنا سويناها الآن، لا تكون كذا، شايفين من هنا؟ شايفين الجزئية هذه؟ أسويها بهذا الشكل عشان يطلع معي شعر مبعثر وأطراف طبيعية للشعر، وبعدين أدمج بهذا الشكل وأخففها بالمساحة بشكل خفيف عشان تطلع لنا زي ما قلت لكم شعرات حلوة. شوفوا الفرق من هنا والفرق من هنا، التلوين بألوان خشبية، خلاص بإذن الله أسوي لك شروحات. طيب
قناتي في اليوتيوب كتبتها لوكو، هذه اسم القناة برضو هنا دراوينج اي بي اكس. اللي مهتمين يتعلمون رسم واقعي الشروحات نازلة بالكامل عليها، دورة مجانية بشكل كامل. فاللي حابين يتعلمون الدورة فعليا مرة راح تفيدكم، شروحات رسم الوجه، مقاس الوجه، تظليل البشرة، مسامات، نمش، حواجب، عيون، الأشياء هذه بالكامل بنزلتها لكم على قناتي في اليوتيوب. فالآن أبقفل البث، يعطيكم ألف عافية لكل اللي تابعوا البث وكل اللي دعموا البث، اللي ما سووا متابعة الآن يسوون متابعة. خلوني أقفل البث وألقاكم على قناتي في اليوتيوب. الآن راح أجهز مقطع لليوتيوب، ونزل مقطع أمس، اللي ما شافه يروح يشوفه، طريقة رسم الغيوم بكذا شكل. فاللي فعليا ما شافوها ضروري يروح يشوفون الفيديو، مرة كان بطل بيقلا في أهل المدينة يا عمري أنا، يسعدك. فراح أسوي شرح اليوم مرة حلو ومرة يناسب الناس اللي تحب الرسم المائي، بيكون بالألوان المائية. فيب يعطيكم ألف عافية، خلوني ألقاكم في اليوتيوب. سيو أبو، بسم الله.